Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani dari Grade 1 Kesambi. Saya akan membacakan juz ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَّاتِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يسرون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لمبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا يخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيتاها إلى ما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم جثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما نسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا نترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربرة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم جبرا كل حجب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم لربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال معلوم لذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لتجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة
Balja'ahum bilhaqi wa aksaruhum lilhaqi karihun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin. Bal atainahum bizikrihim fahum azikrihim mu'idun. Am tas'aluhum hajaran fakhraju rabbika khair. Wahum khairur rajiqin. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anisari siratin lanakibun. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin la'ajju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad akhadnahum bil azabi fama istakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Hatta idza fatahna 'alayhim baban za 'adzabin shadidin inna idza hum fihi mublisun. Wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Wa huwa allazi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Wa huwa allazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful layli wan nahar afala ta'qilun. Bal qalu mithla ma qala al awwalun. Qalu wa idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin. Qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Bal atainahum bilhaqqi wa innahum lakadzibun. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan ladhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimil ghaibi wasyahadati fa ta'ala amma yusyrikun. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma nabi'uhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati syaitanin. Wa a'udhu bika rabbi an yahdirun. Hatta idza ja'a ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma'idzin wa la yatasa'alun. Wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jannat jahannam khalidun. Talsahu wajuhahum an-nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaytumuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adilin qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un wa ta'ala allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anjalnaha wa faradnaha wa anjalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fah bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabuhuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yanhiku illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yanhikuha illa janin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin walladzina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaladatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika lahumul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim والذين يرمون أزواجهم ولم نقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين فالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وإذا رأوا أنها العذاب شهادة بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه فقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله
Hatta yughniyahumullahu min fadlihi wallazina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayran wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wala tukrihu fatayatikum ala albigai in aradna tahassuna liyabtagu aradal hayati dunya wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina khalaw min qablikum maw'idatan lil muttaqin allahu nurus samawati wal ardh مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زوجونة لا شركية ولا غربية يقاد زوجها يدي ولو لم تمسسوا نارا نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء ويدرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بطون أذن الله أن ترفع ويدخل
rufi hasmuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biki'ati yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadahu allaha indahu wa faqqahu hisaba fa huwa sari'ul hisab. Aw kadhulumatin fi bahril rizqi yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yaqad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wattayru saffat. Kullun qad alima salatahu wa tasbiha. Wallahu alimun bima yaf'alun. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ilallahil masir. Alam tara anna Allah yujji sahaban thumma tu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu ruka man fatara al-wadqa yakhruju min hilali wa yunajjilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'u. Yaqadu sana barqihi yazhabu bil absar. Yuqallibu Allahu al-layla wan nahar. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Wallahu khalaqa kulla dhabbatin min ma'. Faminhum man yamshi ala batnih. Waminhum man yamshi ala rijlayn. Waminhum man yamshi ala arba. Yakhluqullahu ma yasha. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Fayaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik. Wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Wa iya kullahumul haqqu ya'tu ilayhi muja'inin. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yakhifa Allahu alayhim wa rasuluh. Bal ulaika humuz zalimun. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa makhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun. Qul la tuqsimu ta'atum ma'rufa. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la
yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa ma kafaru ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun wa aqimu sholata wa atu zakata wa atiu ar-rasula la'allakum turhamun la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa labisal masir ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dinkum alladhina ma malakat aymanukum walladhina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salati al-fajri wa hina nad'una thiyabakum minaz zahirati wa min ba'di salati al-isya thalathu awratin lakum laysa alaykum wa la alayhim junahum ba'dahun tawafuna alaykum ba'dakum ala ba'd kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim wa idza balaghal atfalu minkum al-huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati wallahu alimun hakim wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna ghayrun lahun wallahu sami'un alim laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraju wa la 'alal maridi haraju wa la 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu inna allaha yasta'dinuna ka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wa idza istadanu ka li ba'di sya'nihim fa'dal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah inna allaha ghafurur rahim la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum wa qadu'a ibadikum ba'da qad ya'lamu allahu alladhina yatasallaluna minkum riwaza falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi wa yunabbi'uhum bima amilu wallahu bikulli shay'in alim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa khalaqa kulla syai'an faqaddarahu taqdira
attakhadhum min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la tushura فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اقتتبها فهي من تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أدللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. Yuk kita tetap semangat baca Al-Quran.